سيادة اللواء صادق، ايه اللي جابك هنا يا احمد؟ انا اللي هسأل سيادتك نفس السؤال، ايه اللي جابك هنا؟ انا بقى هقول لكم انتوا الاثنين ايه اللي جابكم هنا. مستغرب احمد بيه؟ اصلا انا ما هنش عليا الحقيقه تقعد اكتر من كده، مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. رحيم انت اتجننت ولا ايه؟ لا سامحني يا ست لوى، انا عملت اللي طلب مني، عملت اللي عليا واكتر كمان. انا الاوان بقى انضف قدام كل الناس. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ فهمني احمد. امشي انت دلوقتي وانا هفهمك بعدين. بعد اذنك يا ست لوى. بص احمد بيه، انا والست لوى صادق معرفه قديمه. هتخرج بكره؟ عارف يا باشا، احمد بيه دي جه وعمل الواجب. عارف هتخرج ليه؟ مش فارقه. لا فارقه كتير، انت هتخرج عشان تعمل لاول مره الصح. هتصلح اللي انت عملته يوم هربت الفلوس بتاعت الناس بره البلد. يا باشا انا كنت بخدم البلد. انت كنت بتقضي على البلد ليه؟ مش كانوا هم الحكومه؟ انت كنت بتخدم الناس اللي قاعده على الكراسي اللي بتحكم البلد. مش هتفرق كتير. لا تفرق كتير قوي. الفلوس دي هترجع وانت اللي هترجعها، فاهمني؟ الفلوس دي لا هي فلوسي ولا فلوسك، دي فلوس الناس الغلابه، فلوس البلد. وانا هستفيد ايه؟ المره دي مش هتستفيد، هتفيد. هتفيد بلدك والناس الغلابه. وانا عارف انك هتعملها، متاكد انك هتعملها. وعارف انك لا يمكن تخون بلدك. أنا مش هقدر أحميك ولا أقدر أعمل لك أي حاجة. أنت من أول ما هتخرج الناس كلها هتجري وراك، حتى الداخلية نفسها. مش هقدر أمنع أي حد. هتخرج وتتصرف بشكل عادي جدا. لحد ما تسلمنا الناس اللي أخدوا الفلوس دي ونعرف راحت فين حتة. وتسلمنا المستندات اللي هتثبت إن الفلوس دي ممكن نرجعها البلد تاني. أنا عارف إنها مهمة صعبة. بس أنا الحقيقة واثق فيك. تسألني جايب الثقة دي منين؟ معرفش. بس أنا حاسس إنك هتعملها. وحتقدر تعمل. حاضر يا باشا، أحاول وربنا يقدرني. الله الله عليكم. ليه كده يا سيادة اللواء؟ متخوني؟ أنا تلميذك بعد خبرة السنين دي كلها بتعديها عليا؟ أنا بخونك يا أحمد ولا حاجة، بس هي الظروف جت كده. بعدين إحنا اللي يهمنا مصلحة البلد. طب تبرني بأي حاجة تانية يا باشوات؟ أروح أنت رايحين دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. يعني قبل ما أمشي كده كان في كلمتين كنت عايز أقولهم. بخصوص ال 700 مليون دولار. فيهم كده حدوته مستخبيه، فيها شويه قله اصل مني. انا كنت عايز اكسب كل حاجه، اكسب الفلوس واكسب الحكومه واكسب الناس. بس بعد ما فقدت شخص غالي عندي قوي، زياد ابن اختي، خلاني لازم اختار حاجه واحده بس. بس للاسف اخترتها متاخر. خليني اختار اكسب نفسي. الملف ده فيه معلومات عن البنك اللي فيه 700 مليون دولار وكشف حساب. فيه كمان توكيل للست اللي هو صادق بحريه التصرف. يقدر يصرف المبلغ او يحوله لاي مكان هو يختاره. حولي. مالكش حل يا رحيم. شكرا.
أنا خايفة يا حلمي. متخافيش محمود مستنيكوا تحت. محمود انت واثق فيه؟ واثق فيه يا حنان، واثق فيه. لا يقول لي رحيم. واثق فيه محمود، عمره ما اشتغل مع رحيم، طول الوقت كان بيشتغل معايا انا بس. يلا طيب ماشي. لا 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 لا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تسيبونا في حالنا. الله، عايزين مننا ايه؟ هسيبكوا احنا بقى في بيننا دم؟ دم؟ انتوا اللي عملتوا الدم مش احنا، انتوا اللي ما رعيتوش العشره. طب احنا ولاد كلب رنا، زياد ذنبه ايه؟ زياد ما كانش يدعى باي حاجه، هو الوحيد اللي كان بره الحدوته، ولما دخل الحدوته مات. عارف انا يرضينا يا حنان ان نحرق قلب حلمي على بنته طول عمره عشان يحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي؟ ابعد عننا بقى، ابعد عننا. عايز مننا ايه؟ حلمي فين؟ معرفش. حلمي فين يا حنان؟ معرفش. سيد هسيبهم يا سيد، هسيبهم. عايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا؟ تعرف ايه زياد؟ تعرفه منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفته هو بيكبر قصاد عينيك وبيبقى راجل؟ انت كنت مرمي في السجن وقبلها بتجري على حالك. أنا والحب اللي عشنا معاه كنت أتبقى جنبه في حزنه ومرضه. أنا كنت أبوه. أنت مين؟ أنا السبب يا سيد، أنا السبب في موت زياد ومتعذب وعذاب رحاب معاك. أنا السبب في كل أذية حصلت للعيلة دي، علشان كده أنا اللي لازم أصلح الغلط بنفسي مش أي حد تاني. هات يا سيد. ايه؟ اوعى تكون مستنيني انا اشكرك. لا مش مستنيها منك، بس اللي انا عايز اعرفه ليه حلمي عمل كده؟ ليه استنى كل ده بعد اللي حصل في القصر؟ انا قلت لهم على الحقيقه، قلت لهم اللي حصل بينا. ايه؟ قلت لهم ان انا اتظلمت؟ انت اتظلمت، لكن اخوك مش مظلوم. هشام، هشام ايه دخله باللي حصل؟ يا سلام، انت ما تعرفش اخوك عمل ايه؟ عمل ايه؟ هشام في ايه يا رحيم؟ في ايه يا رحيم؟ الله 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 الله, الله. ليه بحكيتلي على عملته معاها؟ وانت صدقتها؟ بتعمل حوار عشان توقع بيني وبينك؟ دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة عشان افهم حلمي عمل معايا كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة. اخرس! بس قول لي يا رحيم في ايه طيب؟ قول لابوك عملت ايه؟
ريم حامل من هشام. يا لهوي حامل منك؟ الكلام اللي انا بسمعه ده مظبوط يا انت؟ رد عليا. مظبوط الكلام ده؟ انت بره يا لم هدومك وغور وسيب البيت ده ما تشوفش وشك هنا تاني بره. تعالى هنا. انت رايح فين؟ يعني تضيعني؟ تعالى هنا وحيرك يا جدع. انت رايح بقول لك ادي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ.